السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على محمد وآل محمد. أنا قبل ما أبدأ بالكلام أنه أنا أقول لكم أنه أنا خليت فيديو هاي البنية اللي راح أتكلم عنها، الفيديو خليته بآخر يعني الفيديو ماتي، أيضا فيديو هي خاص بها البنية مصوريها. أخوان إحنا طبعا من دخلت كورونا، يمكن من دخلت بالصين، إحنا العراق رعبنا أكثر من ما رعب الصين، أكثر من ما اهتز الصين. نعم أنا ما أنكر، أقول لكم وباء عالمي مفتعل أو غير مفتعل مو مهم، لكن العراق أقول لكم ما بي إصابة نهائيا. يعني بدأ العراق أنه شكل لك أي واحد من عندهم يصيب أي مرض قام والله ما يوصل للمستشفى، يقول يحجروني ويدخلوني للمستشفى. يعني قبل أيام الله شاهد بيني ما بين الله أنه أحد جيراننا مريض، قال عمو والله أنا بس توديني للمستشفى. قلت لك أنا أوديك بسيارتي. قال بس توديني شيخنا وتطلع حرارتي مرتفعة قبل أن نحجر، و15 يوم وإذا نحجر شو يسوون؟ الطش الدعاية انه يابا انكشفنا قضية بالمنطقة الفلانية بالمستشفى الفلاني انه هذا هو محجور خطية مسكين، يعني سخنوه ودخلوه للانعاش وذن السؤال في الحجر، وقالوا يابا دخلنا لقينا قضينا واحد بكورونا. يا اخوان الاعزاء، اولا احنا تشخيص ما عندنا، تشخيص ما عندنا. هسه هاي البنية هسه باخر الفيديو راح تشوفوها، يعني من اهل البصرة اسمها براء، هاي البنية دخلوها بالحجر وهي مشتبه بها، وبالاخير طلعت ماكو شيء. انا الف مره تكلمت قلت لكم ان شاء الله العراق ما بيشي. ثاني بعد اكو بعض الناس ينزلون يقول شيخنا انت جاي تسولف جاي تحلف جاي كذا، يعني شو تريدنا اخوفك مثلا؟ لا انا ما اخوفك نهائيا، ولو كان المكتوب الموت، ليش تخاف انت من الموت؟ الموت الله سبحانه وتعالى خلقه، والمرض ايضا الله سبحانه وتعالى هو اللي خالقه. انت بعد ليش خايف؟ انت هذا الخوف اللي خلاك تخاف هو ذنوبك لا أكثر ولا أقل، الذنوب مالتك اللي خلتك أنت تخاف وتهتز من هذا المرض، بينما بين الله ما مهتزين لهذا المرض، وحق لا إله إلا هو. ليش أنتم بعد خايفين؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو خلق الموت، خلق الأمراض، وخلق الحياة، وخلقني أنا، بعد أنا هو بإيده، هو بإيد الله سبحانه وتعالى، الموت والحياة، بعد أنا ليش خايف؟ أنا دخلت بالدنيا رقماً على أنفي، وسأخرج من الدنيا رقماً على أنفي، ليش أنا بعد خايف؟ المهم احنا ما عندنا المستشفيات اللي هي تكون بصوره صحيحه، يعني تداوي المرضى تكشف على العلاج، ما موجود. يعني مجرد حاله مشتبه بها اكثر الناس قام ما يطلع، بالاضافه الى الحجر اللي موجود الناس قام ما يطلع للمستشفى. حتى اذا مرض يقول لك انا اخافا انحجر، يدخلوني بالحجر وانحجر، انا ما باستطعت انه اروح للمستشفى. يعني دخلتوا الناس انتم بخوف، دخلتوهم برعب، يعني ماكو واحد بيكم انسان يعني يخاف الله من دولة من غير دولة انه يحاول يهدئ امور الناس، وهذا واجب الشرعي، واجب المعمم، واجب كل انسان شريف انه يهدئ الامور على الناس. هسه انا ما اقول لكم انا اصلا ناكرها جملة وتفصيلة انه يعني الكورونا موجودة بالعراق. ها بالرؤى شلونك؟ زين الحمد لله. زين ها؟ هاي التشخيص مالهم كله خطأ، لان هي اصلا انفلونزا عادية وبهذلونا ودخلوها حجر وعيشوها برعب يوم كامل. هاي هي بنيتي وكل شي ما بيها والحمد لله والشكر. قدامكم احكي بابا احكي. الحمد لله والشكر ما بيها شي، بس خوفوني يعني حطوني بحجر بغرفة. احكي عن الغرفة. الغرفة لعبان نفس اصلا، يعني ناس مرضى كورونا ومدري شنو حطوني بيها. احكي. تخوف، كلش تخوف الاوضاع. والتواليتات تلعب النفس مشترك كلش.